خاطئ على وليداتنا، يعني تاج مدرسة دبايا في الخلا. إنارة ما خداماش، أنا ملي كتوصل وقت الشتاء في العشية كطيح الظلام، الوليدات مساكن كيبقاو تالفين، مواتهم كيبقاو تالفين، يقلبوا على ولادهم هنايا. إلا متى غادي نبقاو حنا نتحملوا المسؤولية لا د المقاطعة ولا ولد الجماعة؟ النساء كيبقاو بلا 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 في الاخر، ملي كتجي على المعقول ما كتبقى معك حتى واحد، ما كتجبر حتى واحدة معك في جنبك، فهمتيني؟ كلشي كيهرب. ولا لحد الان لا أدانا صغير، حنا كنحملوا المسؤوليه، راه لو وقعت شي حاجه هنا شي طفل راه ما حنا ما غادي نصعدوا الامور لاعلى الجهات. شنو المشاكل اللي عندكم في المدرسه؟ اش غنقول لك اخويا، المشاكل اللي عندنا في المدرسه هنايا هو هذا التريطوار، هذا يعني التريطوار ضيق، يعني الدراري كيجيو هنايا ما كيجبروش من يدوزوا، وعاد المشاكل ديال الطوموبيلات خطر. حيا باللي دابا الاجواء الليليه، الاجواء الليليه دابا من 6، دابا من 6 الفوق كاينه، من 6 الفوق كاينه، دابا خطأ على وليداتنا، يعني تا مدرسة دابا في الخلا، انت كتشوف الخلا. واش غنقول لك، انا بالنسبة لي انا عندي السيارة ديالي كنجيبهم ونديهم، ولكن بالنسبة للناس اللي ما عندهم شي الله يحسن العوا، كي غادي يجيبوهم هنايا في الصباح بكري حتى الساعة الزايدة انت كتشوف. لا الحمد لله عمر وقع شي حاجة، ولكن بنادم في تخوف، ديما بنادم في تخوف. ماشي تتوقع عاد نقولوا حقا هي عندكم الحق، وعاد واحد التريطوار هنايا فيه غير الغيث. يعني ما كررتش حتى هو يتعدل. دخول المدرسه باقي لا عبدينا، المهم الحمد لله كلشي مزيان. المهم المشكل اللي عندنا حنايا، عندنا مشكل التروطوار، مشكل التروطوار اللي طاح شي واحد، فهمتي انتينا عارفه، تمشي تخسر عليه 2000 درهم ولا 1500 درهم. وعندنا مشكله ديال الطريق ملي كطيح الشتاء، عندنا مشكله الطريق هنايا والضو ما كاينش على برا، فهمتيني كيفاش؟ دائما عندنا هذا المشكل هذا. دابا العام اللي فات قال لك هذا العام ان شاء الله غادي نصوبوا كل شيء. جمعيه الاباء عيات مسكينه ما تجري صراحه، ابتسام الله يعطيها الصحه، زعما النساء كيبقاو بلا 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 في الاخر ملي كتجي على المعقول ما كتبقى معك حتى واحد، ما كتجبر حتى واحده معك في جنبك، فهمتيني؟ كل شيء كيهرب. وخام تضري؟ لا والو، خام تضري ما عندهم، وما خصهم غير كتوبه، خصهم خصني في الاخر ما كاين حتى حاجه، والله العظيم اللي كنهضر معاك. ايوا هذا الشيء اللي كاين. المشاكل اللي عندنا اول حاجه، بعدا كاين شويه ديال انعدام الامن، ما كنلقاوش مثلا ساعه ساعه يدوزوا البوليس من هنايا يشوفوا، اللي كتشوف كيف ما كتعرف الدنيا هنا خاويه، ما كاينش بنادم، ما كاين الامهات، الاغلب كيجيو الامهات كنخافوا عليهم ولا يجي شي واحد يتعرض لهم ولا شي حاجه. ثاني حاجه عندنا المشكل ديال الاناره ما خداماش، انا ملي كتوصل وقت الشتاء في العشيه كطيح الظلام، الوليدات مساكن كيبقاو تالفين، مواتهم كيبقاو تالفين، يقلبوا على ولادهم هنايا. خدمنا كنا درنا هاد البروجيكتور هادو، كنا شريناهم، هما كيجيو الناس من الزنقه الدراري فوضويين كيهرسوهم، انت كتشوف بعينك هرسوهم. عندنا التروطوار، عندنا التروطوار مشكل كبير، التروطوار هذا الله يطيح شي واحد، شي دري صغير دابا هنايا راه صافي، راه مشى ولا رجليه ولا يقدر يتهرس ولا يقدر شي حاجه. عدلوا الشارع ونسوا، عدلوا الشارع ونسوا كيف ما قلتي، عاد صبقوا العصا على الغنم، هي هذه ديالهم. نصوبوا التروطوار هنا كان مصوب وخسروه، وعاودوا دابا خسروا وما صوبوش. راه انت والدراري حنا هادشي كنديروه غير من الفلوس ديال جمعيه الاباء، هادشي اللي خاصو ديروا الجماعه، حنا كنديروا من فلوس ديال جمعيه الاباء، بحال التروطوارات بحال الدروج بحال هادشي هنايا كنصوبوا. وكنتمنى الناس تسمعنا وتحرك، راه وليداتهم هادو، راه ماشي وليداتنا حنا بوحدنا، راه هذا الجيل المستقبل، راه ما خصوش ياخذ واحد النظره خايبه على الناس اللي كبر منهم، الناس اللي مسؤولين، باش يبقاو ديما ياخذوا على واحد النظره خايبه. لا يصوبوا لهم على الاقل، يديروا لهم الربيع مثلا، نهار الكازون هنايا حتى الدري اللي ما لقاش فين شي وقيته يبقى فين يجلس فين. حنا هادشي بحال هكا حشومه يكون بحال هادشي. السلام عليكم، ابتسام فرطاس، رئيسه جمعيه اباء وامهات واولياء مدرسه الرابع الابتدائيه المجمع الحسني الكائنه بتراب مقاطعه 24 مقرر. الحمد لله حنا الدخول المدرسي داز عندنا يعني مزيان بزاف،
تدبير محكم للإدارة ولا الأطر التربوية ومساعدة جمعية الآباء. حنا المشكل اللي عندنا حاليا قائم هو كما كتشوفوا ان الاباء بزاف كيتشكاو من هذا الانعدام الرصيف المؤدي للمؤسسه، وحنا بدورنا كجمعيه درنا ماشي طلب ماشي جوج، وعندك هذا المدخل الرئيسي ديال المؤسسه حتى هو كيعاني كارثه عظمى، خصوصا فاش عند في موسم تهطل الامطار الغيص التلميذ كيدخل مغيص للقسم كيخرج. حنا خصوصا ان يعني المؤسسه جايه في مدخل مدينه طنجه مقابله مع الملاعب الكبرى ديال مدينه طنجه، كيف يعقل ان مدرسه عموميه في مدخل مدينه طنجه وهي في هاد الخلا هذا؟ هنايا مستوى ابتدائي يعني سبع سنين كاع حتى 12 عام، زائد الاناره العموميه ما كايناش. حنا كجمعيه اضطرينا اننا نديروا لي بروجيكتور بقوه الضغط ترتقوا، ولكن الى متى غادي نبقاو حنا نتحملوا المسؤوليه لدى المقاطعه ولد الجماعه؟ ما كرهتكمش تنتقلوا معايا باش تشوفوا التروطوار فين كيمشيو الوليدات الصغار، ما عندهمش كيمشيو مع الطوموبيل. هاد الجماعه ما راعات حق الطفل، والمقاول ما راعى حق الطفل، كل واحد دار شغاله وخلاو داك حق الطفل اللي هو اللي على اساسه تبنات هذه المؤسسه حق التعلم خصوصا البنيه التحتيه. حنا كنجيبوا كل سنه هادو رجال الامن باش يديروا لنا السلامه الطرقيه، في حين ان حنا كنخجلوا فينا هو باساج فيتون، فينا هو الرصيف اللي غادي يمشي فيه الطفل، فينا هو بزاف ديال هذا. نوفروا بعد الاولويات وعاد نعطيوه نوفروا له حقه وعاد نقولوا له ها الواجب ديالك. حنا واجب الحق ديالو راه ما كاينش صراحه، ما كاينش كيف ما شفتوا بزاف، والكارثه العظمى كما جيتوا اليوم في النهار لو انكم تجيو في وقت الشتاء ومورا 6 ونص او 6 وتشوفوا هنا الظلام اللي كاينه. رسلنا الجماعه، رسلنا المقاطعه، كاينه وعود كاذبه لحد الان ما كاين حتى شي تدخل. كاين مشكل واحد اخر، دابا مثلا كاين اللي موتوريزي راه كيجيبوا لدو كيديه، ما عندناش مشكل، ولكن الاغلبيه المنطقه هذه ناس خدامين، كاين اللي ما عندوش الاب ديالو يتيم، كاين اللي الام كتضطر تخرج للسوق الشغل، وبما ان الغلاء راه الاب والام كيخرجوا يتعاونوا على 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 يعني الحياه، ذاك الطفل كيخرج كيمشي كيجيب بوحديته. فينا هو الضو فينا يجي هاد الوليد هذا خصوصا فاش كيكون الظلام، وفينا هو الممرات الخاصه به اللي في الغيص في الشتاء. ودابا حاليا انا بالنسبه لي واخا ما كاينش الشتاء هذا ماشي ممر ممر اللي غيضمن حق الطفل الصغير اللي غيكون لابس ربما غير صنداله خفيفه وشي حاجه تخرج تلوالو رجلو هنايا يقدر يتهرس يقدر، ولا يستر ضربات شي طوموبيل شي تلميذ في هذاك اللي ما كاينش الرصيف، ديك الساعه نبقاو حنا نبكيو ونشكيو ونقولوا ما كانش في راسنا ما سقناش ما عرفناش. حنا دابا حاليا انا كرئيسه جمعيه الاباء كنحمل المسؤوليه الكامله للجهات الوصيه على هاد على هاد البنيه التحتيه الخارجيه. بالنسبه للامن صراحه قليل فاش كيدور هنايا، كاين في الاعدادي، وحنا كنا تواصلنا مع المنطقه الامنيه العوامه ووعدونا ان غيكونوا شي دوريه يعني امنيه هنايا، كانت واحد الدوريه او جوج العام الاول، ولكن زعما صراحه مكثفه ما كايناش. حاجه واحده اخرى وهي ان كاين الناس اللي كيسكنوا في النور الفوق كيخرجوا من الخلا، الا لاحظتوا الخلا كاين حتى المشكل ديال الاعدادي الفوق في الوليدات باش يعني حيت مشكل دابا ماشي غير عندنا في المدرسه، راه حتى الفوق ملي كتكون ماشي التلاميذ ديالنا الاعدادي، انا بنتي كتقرا تما كتكون ماشيه، راه صعيب باش تخلي بنتك تمشي على رجليها، كتمشي مع الطوموبيل، ما كاينش رصيف، رصيف ما كاينش يعني علامات التشوير ما كايناش، ما عرفتش انا علاش، واش المنطقه ديالنا مهمشه عن عمد اولا غير عفوي هكاك. بما اننا درنا طلبات، انا عندي صفه اخرى وهي ابتسام فرطاس رئيسه المنظمه المغربيه حقوق الانسان محاربه الفساد، فاحنا راسلناهم بالمدرسه وراسلناهم بجمعيه ابتسامات امل وراسلناهم بالمنظمه المغربيه حقوق الانسان محاربه الفساد جهه طنجه سطوان الحسيمه، ولا لحد الان لا ادانه صاغيه. حنا كنحملوا المسؤوليه، راه لو وقعت شي حاجه هنا شي طفل راه ما حنا ما غادي نصعدوا الامور لاعلى الجهات. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي ليصلكم كل جديد.